رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، وذلك لمشاكل حاصلة بينه وبين أهلها، فما الحكم؟ وهل تلزمه طاعة الأب في ذلك؟ لا، لا تلزمه طاعة الوالد في طلاق زوجته إذا كان يرغبها، إلا إذا كانت الزوجة فيها عيب شرعي إنه يطلقها. أما إذا كانت الحال مستقيمة والزوجة طيبة ولكن والده يكرهها لنفسانية بينهما أو هوى، فلا يطلق زوجته من أجل طاعة والده. إنما هذا خاص بعمر، هذا خاص بعمر لما أمر ابن عمر أن يطلق زوجته، وسأل ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يطيع أبا، هذا خاص بعمر، وأما غيره فلا، ما تنسى. نعم.